سنة 1885 قدم المهندس الألماني كارل بينز أول عربية بتشتغل في التاريخ بالبنزين، وكانت العربية 3 سلندر وكانت بدائية من 3 عجلات. في سنة 1886 قدر يحصل على براءة الاختراع وكان مسمي العربية موتور فاجن. وبعد كده سنة 1888 تم إنتاج أول عربية وكانت باسم مرسيدس بينز من كارل بينز. السلام عليكم، معاكم أخوكم محمد عاصم. مصر زمان ومش مصر بس، العالم كله كانت الوسيلة المواصلات هي العربية الكارو أو العربية الحنطور، وكانوا النبلاء والأمراء كان ليهم عربيات حنطور خاصة بيهم، وكانت عامة الشعب بتستخدم العربية الكارو. يعني أنك أنت كنت ممكن تركب عربية كارو ماشية في الطريق كده مع الناس، أو أنك أنت تاخد عربية كارو مخصوص، وما بهزرش على فكرة. في سنة 1890 جه مصر من بره الأمير عزيز حسن. الأمير عزيز حسن هو حفيد الخديوي إسماعيل، وسافر إنجلترا علشان يتعلم هناك ومرجعش على مصر، رجع على ألمانيا كمل بقية تعليمه وجه مصر هنا في سنة 1890. وفي سنة 1890 جاب معاه أول عربية تدخل مصر. كان الموضوع غريب جدا جدا على الناس. كان الأمير عزيز حسن مش جايبها عشان يتنقل بيها، لكن جايبها كنوع من الرفاهية، لان العربية كانت في مشاكل كتيرة بتواجهنا. اول حاجة انك انت ما كانش عندك طرق ممهدة علشان انك انت تمشي، وفي نفس الوقت انت ما كانش عندك بنزين، وفي نفس الوقت انت لو حضرتك عايز تفول دلوقتي العربية او تخش تمول هتخش البنزين او تمول، لكن ساعتها ما كانش في حاجة اصلا اسمها بنزين. يعني حضرتك علشان كنت تمول بنزين كنت بتستنى المركب اللي جاية من اوروبا يكون لك فيها جركنين بنزين يكفوك شوية كده. وفي سنة 1904 قرر الأمير عزيز حسن أنه يعمل مغامرة غير محسوبة. أخذ 2 من صحابه معاه، وطبعا عشان يشيلوا له البنزين، وقرر أنه هو يطلع من القاهرة على اسكندرية. بس أنت عندك في حاجة ما ننساش، أن أنت ما كانش في عندك حاجة اسمها المحور علشان ياخد منه طريق مصر اسكندرية الصحراوي. لا كان في أي طرق، ولا في مصر اسكندرية الزراعي، ولا مصر اسكندرية الصحراوي. الأمير عزيز حسن علشان يطلع اسكندرية، تخيلوا، كانت الوسيلة الوحيدة أنه حاجة من الاتنين، يمشي في وسط الغطان وفي نفس الوقت يبقى ماشي جنب الترع والنيل. وبالتالي كانت المصائب الكبرى. ايه اللي حصل في مصر؟ من القاهرة لإسكندرية تداول ما بين الفلاحين ان في عفريت وجن بيتحرك. طبيعي جدا جدا، لان الناس ما تعرفش يعني ايه عربية، واخدين ان اي عربة موجودة في حصان او بغل او حصان او حمار هو اللي بيجر العربية. لكن المشكلة ان انت كانت عندك العربية موجودة وعليها الناس موجودة، لكن ما تتحرك من غير حصان او اي حاجة. هما ماشيين بيبصوا لقوا في عفريت، في حاجة عمالة بتجري. ودي كانت مغامرة غير محسوبة. العربية كانت بتمشي على سرعة 20 كيلو، والمسافة تقريبا 210. استغرقت الرحلة حوالي 10 ساعات علشان يوصل اسكندرية. الموضوع ما كانش كده وبس، في أثناء الرحلة هو طبعا الكلاب والقطط ما كانوش يعرفوا أي حاجة، ولا الحيوانات تعرف إن دي عربية، لسه ما تبرمجتش على العربية. فبالتالي العربية دايسة وماشية شايلة كل حاجة، تدوس على أي حد، تمشي على الغطان، تمشي. المهم ان هي كانت دسة وماشية ولا قدامها اي حد. الخديوي عباس حلمي جاب هو كمان عربية، وقرر ان هو يعمل طريق ممهد ما بين القاهرة واسكندرية عشان ينعش السياحة في القاهرة. ليه؟ لان الاجانب كلهم كانوا بيجوا عن طريق البحر من اسكندرية، فيقدر ان هما يخليهم يجوا من اسكندرية للقاهرة بطريق ممهد. وفي سنة 1905 يعني بعدها بسنة اصبح في مصر في 101 عربية كانت في القاهرة و56 عربية كانت في اسكندرية. نسيت اقولك ان في
سنة 1901 الأمير محمد علي صاحب قصر الأمير محمد علي اللي موجود بالمنيل، كان هو كمان جاب عربية، ولأنه ما كانش فيه طرق ممهدة والطرق كانت وعرة والناس برضو ما كانتش بتتقن السواقة، الأمير محمد علي وهو ماشي بالعربية دخل في عربية حنطور كانت محملة خشب، العربية كلها اتكسرت والأمير محمد علي نفسه اتصاب. في سنة 1907 تم تأسيس أول شركة تكوسة في مصر هنا هوت، وكانت فيها 8 عربيات. وفي سنة 1908 تم إنشاء أول مركز خدمة لميكانيكا السيارات في مصر. عندنا هنا هوت اللي جوه ده اللي في الصورة اللي فوق دي، دي صورة الأمير محمد علي نفسه، وتحت عبارة عن المكتب والتليفون بتاعه، وزي ما احنا شايفين هنا منظر السجاد، منظر كل الحاجات دي الخاصة بالأمير. طبعا على بال ما جينا في سنة 1910 كان تم في القاهرة وفي اسكندرية عمل الطرق الرئيسية والسفلاتة بتاعتها، ومحافظ القاهرة أصدر قرار بعمل الاتجاهات وتحديد الاتجاهات ما بين العربيات اللي رايحة والعربيات اللي جاية. وفي نفس السنة في 1910 تم تحديد السرعة والحد الأقصى للسرعة. في سنة 1920 موجود في دار المحفوظات والوثائق هنا في مصر للسيدة عباسية أحمد. السيدة دي هي أول امرأة مصرية كانت بتحمل رخصة قيادة، وهي كانت من مدينة الإسكندرية، وهي ما كانتش أول امرأة مصرية بس، بل كانت أول امرأة عربية وأول امرأة في قارة أفريقيا وأول امرأة في الشرق الأوسط تحمل رخصة قيادة للعربية. انا بصراحه في موضوع مش عارف اقول لكم افتحكم فيه ازاي، يعني هو الطبيعي جدا ان اي مسابقه سباق عربيات اللي بيوصل الاسرع، لكن المهم في سنه 1925 اتعمل سباق عربيات في منطقه سان ستيفانو في اسكندريه، وكان طول المسافه في السباق 15 متر. طبعا 15 متر يعني مين اللي لا هو مش مين الاسرع، هو السباق كان مين الابطأ اللي يوصل في الاخر، وكان الابطأ واللي عربيته ما تفصلش منه هو ده الفايز. وطبعا كان السباق دوت علشان كانوا بيختبروا بيه مهارات السايق، لان هو ازاي يقدر يسوق بابطأ سرعة وفي ابطأ زمن ممكن. لان انا عايز اقولك ان ساعتها لا كان في باور ولا سنتر لوك ولا تكييف ولا كان في اي حاجة ولا كان في. في سنة 1937 تولى الحكم الملك فاروق. الملك فاروق كان مجنون بالعربيات وبالسواقة. هتلر اداله عربية مرسيدس مميزة جدا بلونها الأحمر، ده غير ان الملك فاروق كان مولع بالعربيات زي أستن مارتن، بوجاتي، رولز رويس وكتير جدا من العربيات التانية. وبكده وضحت لكم ان مصر ما هياش مجرد حضارة، حتى العربيات كانت مصر هي أول دولة تستخدم العربيات، أول دولة، أول امرأة كانت عندها رخصة قيادة سيارة كانت هنا في مصر. أتمنى ان الفيديو يكون عجبكم، ما تنسوش تدوسوا لايك على الفيديو وتشيروا الفيديوهات يا جماعة لو سمحتوا، تشيروا الفيديوهات. لو مش مشترك في القناة ما تنساش تدوس سبسكرايب أو اشتراك في القناة، واشوفكم على خير، سلام عليكم.